بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها صدق الله.